باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. حضراتكم هنقرأ من مكانين في الكتاب المقدس، من إنجيل معلمنا لوقا، من أول إصحاح، من إصحاح 16 من أول عدد 19. كان إنسان غني كان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالكروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس كروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني، وارسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني أذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلاية، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحدا من الأموات يصدقون. وهنقرأ من رسالة معلمنا بولس لأهل فيلبي إصحاح 3 من أول عدد 7: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. وفي عدد 18: لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. فإن سيرتنا نحن في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد أمين. معلمنا بولس زي ما سمعنا بيقولوا إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح ربي، الذي من أجله خسرت قد إيه؟ قال كل الأشياء. اللي ذكره معلمنا بولس في فيلبي 3 كانت امتيازات، فيقول كده من جهة الختان مختون في اليوم الثامن 7 حاجات قالهم معلمنا بولس: من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين اللي جه منه أول ملك، عبراني من العبرانيين يعني أصيل بيتكلم اللغة العبرانية، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. كلها أشياء، ممتلكات، سواء كانت مادية أو معنوية. القديس بولس لما جه للسيد المسيح عمل فيها إيه؟ خسرها، سابها، بعد ما كان متقدم على أطرابه زي ما بيقول، بعد ما كان مشهور وكان مستقبله يعني هيكون معلم يهودي كبير زي غمالائيل، ليه مركز في اليهودية. كل ده خسره، وكان بيجول من غير إقامة، يجوع ويتعرى ويعطش. وهنا في رسالة فيلبي وقت ما كتبها كان كبر في السن، مريض ومسجون ومقيد، خسر كل حاجة. لكن بيقول: وأنا أحسبها نفاية. ولما يقول أحسبها نفاية أكيد معناها أنه مش زعلان عليها. تخيل كده حضرتك لو عندك زبالة وحطتها في كياس ومالية البيت كده في المدخل، ودخلوا حرامية سرقوا الزبالة، هنعمل إيه؟ أكيد هنفرح ونقول يا ريت
الحراميه يجوا كل شويه ياخدوا الزباله لان حاجه ملهاش قيمه. الرسول بولس اتعلم وقال لنا في الاصحاح ده احسبها، وهو قال كده احسبها نفايه، بدا يفكر ويحسب بطريقه مختلفه. لو حسبها معلمنا بولس يعني بطريقه ارضيه هيطلع خسران خساره كبيره جدا، لكن لما احسبها بطريقه سماويه اقول انا الكسبان، انا ما خسرتش اي حاجه. بيقول لنا ما تحسبهاش بالارضيات. جه في عدد 19 يقول الذين نهايتهم الهلاك، الذين الههم بطونهم ومجدهم في خزيهم. مين هم دول؟ قال الذين يفتكرون في الارضيات. سفر الامثال في ايه جميله في امثال 30 عدد 7 يقول ربنا ايه؟ ما تدينيش لا فقر ولا غنى، اثنتين سالت منك فلا تمنعهما عني قبل ان اموت، ابعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي لئلا اشبع فاكفر واقول من هو الرب، او لئلا افتقر واسرق واتخذ اسم الهي باطلا. في ناس للاسف الممتلكات والغنى ممكن تضيع ابديتهم، يرتبك، يتشغل، يتكبر، يقسو، يتغر، لكن معلمنا بولس حسبها حسبة سماوية. الآلة الحاسبة اللي استخدمها يعني تقول له انت كده مش خسران، انت كسبان في المسيح. لما تاخد تقول لك كل اللي خدته ده عبارة عن نعمة من ربنا. الأشياء للأسف ساعات لما بنخسرها بنحزن، وللأسف برضو لما بنمتلكها بنرتبك بيها وننشغل عن ربنا. بيتكلم معلمنا بولس عن ناس بيفتكرون في الأرضيات، دول يعني مش خسروها ولا امتلكوها، دول بيفكروا فيها. بيقول كده نهايتهم الهلاك، إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. بيعملوا إيه؟ بس بيفكروا في الأرضيات. الأشياء لما بنستناها، لما بنشتهيها، بتضيع تركيزنا في الأبدية. أبقى قاعد ما خسرتش حاجة ولا لسه امتلكتش حاجة، بس شايف أخويا أو أختي عندهم بيت أحسن، عربية أحسن، ولادهم أحسن من ولادي، أبقى مش مرتاح، مشغول وعايز أمتلك اللي عند أخويا أو أختي. يقول الكتاب كده لا تشتهي ما لقريبك. ما خسرتش ولا امتلكتش بس مش فرحان، مشوش، مشغول عن ربنا بأي حاجة غير ربنا. السؤال اللي نسأله لنفسنا، قديس بولس يعني غلب خسارة الماضي، ولا غلب امتلاك الحاضر، ولا غلب انتظار وشهوة المستقبل؟ غلب أي واحدة فيهم؟ غلب التلاتة. ليه الأشياء بتشغلنا؟ لما بنحزن تشغلنا إمتى؟ لما نحزن على خسارتها أو نتغر بامتلاكها. يقول كده ربنا يسوع في مثل الزارع، سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة ولا تجعلها تنبت. يبقى يا إما بنحزن عليها أو نتغر بيها أو بنشتهيها. قديس بولس لا اللي خسره ولا اللي امتلكه ولا اللي كان ناقصه قادر أو قدر إنه يعطله عن اهتمامه بالأبدية ولا ارتباطه بالسيد المسيح. نسأل نفسنا كده، يساوي قد إيه عندي المسيح؟ إن أنا أبقى بعرف المسيح، مرتبط بالمسيح،
في ناس حسبوها زمان أربع شخصيات. السيد المسيح كان في نظر يهوذا عبارة عن شيء بيساوي 30 من الفضة، تمن عبد نطحه ثور فمات، كان يسدد 30 من الفضة. تاني شخص الست اللي خدت منن من طيب ناردين كثير الثمن وسكبته على رجلين الرب يسوع، لما قدروا يهوذا قال ان ده ب 300 دينار. يبقى يهوذا كان الرب يسوع بيساوي عنده 30، وبعدين يهوذا نفسه قدر اللي اتدلق على رجلين الرب يسوع ب 300 دينار. لكن في شخص تالت، يوسف الرامي، لما كفن السيد المسيح ما جابش منن، جاب 100 منن طيب، والمنن كان ب 300 دينار، يعني جاب ب 30,000 دينار طيب عشان يكفن السيد المسيح. يبقى 30 300 و 30,000. لكن معلمنا بولس حسبها ازاي؟ لا كان عنده الرب يسوع يساوي 30 ولا 300 ولا 30,000، لكن قال اختصر قيمة الرب يسوع في حياته، وقال ان حياته كلها هي الرب يسوع، ليه الحياة هي المسيح. على قد ما بتكون الأبدية غالية عليا واني انا ربحت المسيح، ايه هيكون اللي بخسره؟ احط اللي بخسره كده في كفة واحط اني ربحت المسيح وبر المسيح والأبدية مع المسيح والمجد مع المسيح. هقول اكيد مع معلمنا بولس اني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. معلمنا بولس يجي في عبرانيين 11 يقول آية كلنا عارفينها عن شخص هو برضو شخص عظيم كتابنا المقدس، هو موسى النبي. بيقول بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأولى أو بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. ليه؟ مين يقدر يكمل الآية؟ يقول حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. وكانت خزائن مصر في الوقت دوت خزائن يعني جبارة وفيها يعني خيرات كتير. اللي يقدر يحسبها حسبة روحية ويحط كلام الله قدامه يلاقي كل حاجة بترخص. بالنسبة لخسارة الماضي أحسبها نفاية، بالنسبة للحاجات اللي بمتلكها دلوقتي يعني أقول مع معلمنا بولس أحسب نفسي، لست أحسب نفسي إني قد نلت أو أدركت، بل أسعى لعلي أدرك، أفعل شيئا واحدا، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. عارفين حضراتكم إيه اللي بيضيع تركيزنا في الأبدية؟ أول الواحد ما ياخد حاجة يحس بروحه ينتفخ، وأول ما يحس بروحه ويتكبر الأفراح تروح، التعزية تنتهي. فاكرين الكلام اللي اتقال عن هاجر جارية إبراهيم لما حبلت بإسماعيل؟ يقول الكتاب إيه؟ لما رأت إنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. لما حست بنفسها صغرت مولاتها في عينيها. طب ولما حصل كده اتطردت بره البيت ورجعت تاني جارية. أحيانا غرور الغنى، الغرور بالأشياء بيبقى سبب سقوطنا، سبب تعبنا، ساعات بيكون سبب قسوتنا على الناس وتكبرنا على الناس وعدم رحمة الناس. قديس بولس عمر ما الأشياء غيرت نظرته للحياة،
شوفوا لما كتب عن نفسه في رسالة كورنثوس، كتب في كورنثوس الأولى 15، ودي كان كتبها سنة 57 ميلادية، وصف نفسه قال كده، بيتكلم عن الزهرات يعني، يقول وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا لأني أصغر جميع الرسل، أنا الذي لست أهلا أن أدعى رسولا. الكلام ده كان سنة كام؟ 57 ميلادية. سنة 60 كتب رسالة أفسس، يجي في أفسس 3:8 يقول لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة، ما بقاش أصغر الرسل بقى أصغر جميع القديسين. الكلام ده كان سنة كام؟ 60 ميلادية. سنة 64 تقريبا أو 65 كتب رسالة تيموساوس الأولى، يجي في تيموساوس الأولى 1:15 يقول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. يعني سنة 57 ميلادية كان إيه مركزه في عينين نفسه؟ أصغر جميع الرسل. سنة 60 أصغر جميع القديسين. سنة 64 أو 65 بأول الخطاة. طب نسأل نفسنا، هو بيطلع لقدام ولا بيرجع لورا؟ المفروض أنه بيزيد وينمو في معرفة ربنا يسوع المسيح، لكن في نوعيات جميلة من الناس اللي بنتمنى نكون زيهم. كل ما ربنا يدينا أو يديهم نفوسهم توطى ويتضع أكتر وينسحق أكتر ويحب أكتر ويعطف أكتر، كل ما يوطي وينخ زي الجمل كل ما ربنا يحمله أكتر. ربنا يدينا إننا نحسب كل شيء عندنا إنه هبة وإحسان من ربنا. يقول كده أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيا أو معايا. والتعبير ده يقول الآباء عليه إنه مضاد للكبرياء، كأن الكبرياء ده هو فعلا مرض، والاتضاع ده والانسحاق ده هو مضاد للكبرياء. حتى اللي احنا قريناها القصة بتاعت الغني والعازر اللي موجودة في لوقا 16، الغني بيته كبير، فلوس كتير، أكله كتير، صحته كويسة، عنده أصدقاء وخدم، ولبسه بيلبس أرجوان وبز، عايش متنعم، يقول مترفها كل يوم. أول مرة يرفع عينيه لفوق كان وهو في الهاوية. ناخد بالنا من الحتة دي. المسكين في مقابل ده، المسكين ما عندوش أي حاجة، لا بيت ولا فلوس ولا لبس ولا أكل ولا دواء، مريض ومضروب بالقروح، ولا في حتى أصدقاء يساعدوه، مجرد الكلاب موجودين حواليه، وحياته عبارة عن معاناة كل يوم. الرجل الأولاني متناعما مترفها كل يوم، والرجل المسكين حياته عبارة عن معاناة كل يوم. الرب يسوع بقصة الغني والعازر حابب يعرفنا إن حياة الإنسان عبارة عن أيام متصلة، الحياة متصلة، جزء منها هو اللي بنعيشه هنا على الأرض في الخيمة اللي اسمها الجسد، الجزء ده هو اللي احنا شايفينه، لكن بعد الخيمة دي ما تتقلع، الحياة مكملة. الجزء الصغير اللي احنا عايشينه ما يتقارنش أبدا بالجزء الكبير اللي ملوش نهاية في الأبدية. الرب يسوع بيفهمنا لو عايز تقيم حياة إنسان ما تقيمهاش في ضوء الجزء الصغير اللي قدامك بس، ما تحكمش بالظاهر، والأفضل إنك ما تحكمش غير على نفسك بس، خليك في حالك واحكم بس على نفسك. لو عملت كده، لو حكمت على غيري، لو حكمت حسب الظاهر، هبقى فعلا مخدوع، عايش مخدوع،
لأن الجزء الصغير ده خداع جدا، مليان كذب ومش حقيقي. ما نقدرش نقيم نفسنا أو غيرنا في ضوء الجزء الصغير اللي شايفينه. عايز تقيم حياة إنسان أو حياتك بالأولى، يعني رابح ولا خسران، لازم نقيمها كلها. طيب مين يخليني أشوف الحياة كلها؟ واحد بس، هو شخص ربنا يسوع المسيح اللي قال عنه الكتاب في تيموثاوس الثانية 1:10: أنار لنا الحياة والخلود. ليه الناس بتكره الموت وبتخاف من الموت، خاصة اللي بعيد عن الرب يسوع؟ لأنه رايح للمجهول. لكن احنا أولاد ربنا، أولاد السيد المسيح اللي دعي اسم ربنا علينا، ربنا نور لنا الحياة والخلود عشان نعرف نقيم. الرب يسوع بيكشف لنا الجزء الظاهر والجزء المخفي اللي محدش شايفه ولا يعرفه. وكأن الرب يسوع بيطلب مننا اننا يعني نقيم صح، ونسأل نفسنا: تحب تبقى زي مين فيهم؟ يقول: كان انسانا غني وكان يلبس الارجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها. دي حياة واحد منهم. تلاحظوا الرب يسوع ما ذكرش ان الراجل ده كان وحش، ولا هو قاتل، ولا هو زاني، ولا هو يعني ما قالش خطية معينة كبيرة في حياته. لكن الغنى نفسه مش خطية. أبونا إبراهيم كان من أغنى الناس على الأرض. لكن مشكلة الراجل ده، زي ما ربما تكون مشكلتي أنا ومشكلة أي حد فينا، إنه كان متنعم كل يوم مترفها. يعني بمعنى تاني، ما كانش عنده يعني حاجة لربنا، ولا يوم حتى يقدمه لربنا، لا حاجة يقدمها لربنا ولا وقت يقدمه لربنا. الخطية هنا ما هياش أكل ولا شرب ولا لبس، لأن قال لنا الكتاب المقدس: لا يتسلط علي شيء. كان كل أيامه، كل عمره مهتم بس إزاي يكون غني، إزاي يجمع، إزاي يكنز، إزاي يعيش متنعم، يلبس البز والأرجوان عشان يفتخر. لكن عمره ما اهتم بغيره، ولا اهتم إن يعمل خير في غيره، ولا حتى رفع عينين ربنا. احنا لسه قايلين المرة الوحيدة اللي رفع عينه لفوق كان لما دخل الهاوية، ودي خلاص الفرصة راحت، ما بقتش موجودة. ربنا ما قالش في حياته يعني حاجة تتقال انه بس ان هو عايش لنفسه بيتنعم والحياة دي انتهت، الحياة اللي احنا كنا شايفينها قدامنا انتهت، وابتدى الجزء اللي محدش شايفه. وربنا ابتدى يورينا عشان نعرف نقيم الأمور، ما تخدعناش الدنيا ولا المظاهر. ربنا يحب ينور عينينا عشان نعرف نقيم ونختار، لأن الحياة زي ما قلنا مكملة. أنا عشت على الأرض مجرد حياة صغيرة، والجسد اللي كنت عمال أنعم فيه وعظم فيه ولبس فيه وأكل فيه راح في التراب، لكن لسه الحياة مكملة. الراجل الغني ده كان راجل مشهور، أكيد يعني كان معروف من كل الناس، ورغم ده ربنا ما قالش اسمه، لأنه ما يعرفش ربنا. كأن ربنا كده بيقول الجزء اللي جه في المزامير: لا أذكر أسماءهم بشفتي. يعني ما اداش لربنا لا وقت ولا حاجة ولا عطية ولا عمل رحمة، مفيش من الأصل علاقة بربنا. يقول ربنا اسمه ما اتكتبش عندي في سفر الحياة، ما اقدرش اقول دعوتك باسمك انت ليه، لانك ما كنتش عايزني، كنت متجنبني. لكن لما جه ربنا عند المسكين يقول اسمه
لعازر، جايه من الي عازر الرب عزي، مع ان الراجل ده اكيد ما كانش يعني اسمه معروف او مشهور زي الغني. ولو سالنا حد، اي حد فينا تعرف اسم الراجل الشحات اللي قاعد في الشارع، غالبيه الناس هتقول ما نعرفوش. لكن ربنا يقول السما تعرف اسمه. خدنا بالنا المشهد الحاضر خداع مليان بالاكاذيب، غالبيه اللي احنا شايفينه وشايفاه عينينا كذب، واللي مبهورين بيه مش حقيقي، واللي قيمته قليله في عينينا احنا مخدوعين. الشخص القليل ده السما طلعت تعرفه. ربنا خلص الجزء الظاهر ده في حياة الاتنين، لحد كده ما نقدرش نقيم حياة الاتنين دول من الجزء الصغير اللي هم عاشوه، لأن تقييمي زي ما قلنا هيكون ناقص. فاكرين المولود أعمى لما الرب شفاه، أو حتى قبل الرب ما يشفيه، الناس بيقولوا ربنا أهذا أخطأ أم أبواه؟ لأن في نظر الناس أي حد مسكين مضروب بالقروح مضروب بالعمى، كان في نظر الناس أنه أكيد ده خاطي. لكن تعالوا نشوف الجزء الأبدي اللي مش ظاهر لينا بس ظاهر لربنا. ربنا يكمل يقول إيه؟ فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ولما مات الغني يقول ومات الغني أيضا ودفن. حياة على الأرض قصيرة، اللي عايز يعدل من وضعه هناك لازم يبدأ من هنا، لأن الوضع اللي هدخل بيه مش ممكن هيتغير. الوضع اللي هخرج بيه من العالم هو اللي هيستمر معايا هناك. الرجل الغني للأسف لما جه رفع عينيه في الهاوية ما استفادش حاجة، بعد ما مات خلاص الفرصة راحت. يقول كده الكتاب بشكل واضح في تيموثاوس الأولى 6-7، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء إلا بحاجة واحدة بس، أعمالنا. يستريحون من أعمالهم، يستريحون من أتعابهم، وأعمالهم إيه؟ تتبعهم. هو ده اللي باقي، هو ده اللي هيخليني في المستوى اللي هدخل عليه السما، اللي الواحد عمال يجري وراه 60-70-80-90 سنة، كل ده هنسيبه. عشان كده يقول اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. ما نعيش علشان الأرضيات، ما نخليش أشياء هنا واحتياجات هنا والأمور اللي هنا هي اللي بتعزينا، هي اللي بناخد منها قوتنا، لكن نحط عينينا على السماء، على الأبدية. معلمنا بولس لما قال نهايتهم الهلاك عرفنا كده، الذين يفتكرون في الأرضيات، اللي الأرض بالنسبة له شغلاه يوم وليل وحياته كلها مشغول بالأرض واللي في الأرض، الأشياء والممتلكات. لو خسرناها ما نحزنش عليها، لو امتلكناها ما نتغرش بيها ولا نحط قلبنا عليها ولا عنينا عليها، لأن الرب يسوع والكتاب المقدس بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.